مو مرخوت هنا قلنا بأننا نلقاو غادي بالاسباسمون قلنا 0.16 0.13 اللي تابع 0.12 اسباسمون ثلاثة المرات، أو تاني تابع 0.16 هاد الاسباسمون هذا ثلاثة المرات، أو تاني ثلاثة ديال الاسباسمون 0.20 أو تاني ثلاثة ديال الاسباسمون 0.25. حنا خصنا نلقاو غادي نلحقو غير حد ثلاثة ونحبسو. دونك غنجي نجمع هادوك، ندير هنا 0.12 هو أول واحد، غنزيدو عليه ثلاثة، ثلاثة في 0.13 الاسباسمون اللي هي 0.33، الاسباسمون التاني عندنا ديال 16 ثلاثة المرات، يعني ثلاثة في 0.16 إيكال 0.48. غنزيدو عليها تاني الاسباسمون ديال 20 ثلاثة المرات، ثلاثة ثلاثة في 0.20 0.6. تانا نزيدو عليه الاسباسمون ديال 25، ثلاثة في 0.25 إيكال 3 في 0.25 0.75 75. هنجمع هادشي ونشوف واش عيعطيني 3. هادي زائد 0.6 زائد 0.48 زائد 0.39 زائد 0.12 عطاتني 2.34. هنشوف نزيد عليها ثلاثة ديال الاسباسمون ديال 30 زائد ثلاثة في 30 ثلاثة في بوان 30 عفوا بوان 30 في زائد ثلاثة في بوان 3 إيكال 2.34 زائد 3 في 0.3 إيكال 3.24 3.24 اللي زدنا عليهم ديال 30 الاسباسمون ديال 30. دوك انا هنا عندي 3.24 وهنا في الدومي بورتي عندي على 3، يعني غادي نحط بحال دابا قلنا نزيد ليسباسمون 3 ديال 0.25 0.25، هنا غادي نحط جوج ديال 0.30 0.30، واللي بقى لي غيبقى نخليه هنا. دوك غنولي نعاود هاد الحساب ديالي هنا، غندير 0.12 زائد هنايا هنا 0.13 في 3، هنا هاد الاسباسمون الاول، زائد 0.13 في 3 زائد الاسباسمون الثاني عندنا ديال 16 3 المرات، يعني زائد 3 في 0.16 زائد الاسباسمون الثاني عندنا ديال 0.20 يعني 3 المرات، 3 في 20 زائد الاسباسمون التالت عندنا ديال 0.25 غادي 0.25 0.25 ثلاثة المرات، ثلاثة في 0.25 زائد عندي جوج المرات ديال 0.30 زائد جوج في 0.30 إيكال 2.94. عطاتنا 2.94. حنا شحال عندنا ناقصنا 0.06، يعني ميمكنش نبقى غادي و تنقص هنايا، فهمتو؟ ميمكنش دابا نبقى غادي هنا الاسباس من 0.3 و هنا تبقى ليا 0.06. هداكشي علاش عن هاد الاسباس هذا غادي نحيدو، غنخلي غير واحد ديال 0.30 و التاني غادي يكون 0.36، يعني فاش غندير الاسباس من الصح ديالي غيكون على هاد الشكل هذا. ها هو، يعني انا هو خدام في الدومين بورتي، هو الاسباس ما غيكون هنايا 0.12، الاسباس من التاني هنا هنا وهنا غيكون عندنا ديال 0.13، الاسباسمو التالت تاني عفوا التالتة ديال 0.16 ثلاثة المرات، أو تاني الرابع ثلاثة المرات ديال 0.20، تاني الخامس عندي ثلاثة المرات الاسباسمو 0.25،
وخصيت عندي الواحد ديال 0.30 وعلى يبقى لي انا ديال 0.36، يعني فاش خصني نجمع هادو خصو يعطيني 3، وهكذا غيكون من الجهة الاخرى. وغادي نتراسي لونجيتودينال ديالو هكا هكا، ومن فوق عاوتاني صافي هكذا غنبقاو ساليت الشيما ديالي. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا شويه، المهم هو انكم تكونوا عارفين الميثود ديال كاكو و ديال اس تي. خصنا نعرفوا هاد القيمه هادي واش اس تي اصغر من اس ماكس. الا كانت الاس تي اصغر من اس ماكس راه ضروري خصنا نطبقوا الميثود ديال كاكو، ولا كانت الاس ماكس اصغر من الاس تي تنحط ليسباس مون الاول تنحط ترون ديال اس ماكس على جوج، واللي تيبقى ليا انا نشوف في الموديل. ها هي فاش تكون عندي الاس تي اكبر من الاس ماكس تندير اول ارماتير، تندير اس تي ماكس هذيك اللي خرجت لي الفار ديال نقسم على جوج اول وحده تنحطها، والشيء الاخر اللي بقى تنبقى نحطه بهذيك الاس تي ماكس. يعني تلقى مثلا خرجت لي اس تي ماكس 20 غنبقى غادي ب 0.20 0.20 0.20، ولكن حنا في هذه الحاله اس تي خرجت اصغر من اس ماكس، يعني خصنا ندير ميثود دو كاكو. هكذا نتمنى بانكم تكونوا استفدتوا في هذا الشرح ديال التمرين هذا كامل ديال البيتون ارمي. اختا لي صح انا كان خصني نديرو من هادي شحال، ولكن ما كتبش انا دبرت على التليفون مع هاد السيد الدري صاحبي وتنبغي نشكرو. شكرا على المشاهده.